نظمت جمعية اللب الخيرية بمدينة جالو قافلة جالو الخير من المساعدات الإنسانية لمهجري تورغا الموجودة في منطقة قرارة القطاف جنوب مدينة بن وليد. وأوضحت مدير جمعية اللب مبروكة شحات في تصريح لقناتنا أن شحنة المساعدات تحتوي على المواد التموينية والسلع الغذائية إضافة إلى أدوية الأمراض المزمنة مقدمة من إحدى المصحات الخاصة بجالو. اليوم تنطلق حملة جالو الخير التي تقودها جمعية اللب الخيرية بمدينة جالو لدعم أهالي تورغاه في مخيم قرارة القطاف جنوب بني وليد. هي مساعدات قدمها أهالي المدينة وتفاعلوا بشكل كبير مع القضية، من تمور، من ملابس، من أدوية، من يعني من مواد تموينية. تعاونت معنا عدة محلات في الموضوع، وأيضا الأدوية تعتبر كمية يعني جيدة والحمد لله. نتمنى أنها يستفيدوا منها، هلنا يستفيدوا منها داخل تورغا يعني.